السلام عليكم إخوتي الأعزاء، واليوم سنعلن الفائز بهذه الساعة. ولكن حتى لو أنت لم تفوز بهذه الساعة لا تترك الحلقة، لأن يوجد مسابقة أخرى وإن شاء الله تفوز بساعة أخرى غير هذه، نوعها سوبر دراي. 1 2 3 60 61. كما رأيتم إخوتي، الإجابة الصحيحة هي 61. إذا أنت كتبت 61 فأنت ربحت معنا. فالآن أنا رتبت التعليقات هنا. 49 لا، 70 لا، 36 لا. هذا لم يكتب المتخلف ماهر مرجان. أحمد مرجان يعلم. إحنا ندور على 61 إخوتي. لا يوجد أي أحد إلى الآن كتب. 77 بعيد. 29 أخ نوار جوكر بعيد جدا، بعيد جدا. 60 سودانية in the UK، سودانية in the UK. أعتقد هي الفائزة. خلينا بس نتأكد إذا ما في أي أحد كتب 61. يوجد الأخ الكردي. 63 إسماعيل شهاب، كنت مقرب جدا. 43 29 49 62 الأخ أحمد الشرمان، كان ممكن يا أخي تجيبها لو كتبت 61، لكن زي ما قلت لكم عجيب جدا ولا واحد جابها، شيء عجيب. وفي تعليقات كثيرة. 60 أيضا، لكن سبقتك الأخت السودانية. مبروك، you have won. Please email me your address here. السلام عليكم إخوتي الأعزاء. طبعا أنا بنزل حلقات كثيرة لكم وفيها بعض العبرة والموعظة، لكن هذه بقى الحلقة أهمهم. أنا عايزك تركز معي في هذه الحلقة، ولو سمحت لو كنت تتفرج على أي من حلقاتي أنا عايزك تتذكر هذه فقط، يعني انسى كل الباقي، تذكر هذه فقط. هذا درس من دروس الحياة يا أخي، درس من دروس الحياة. أنا آسف أنا بزعق. كم عمرك أنت؟ تيش عمرك أنت؟ 10 سنين؟ 15 سنة؟ 20 سنة؟ حتى لو عمرك 70 80 سنة، والله هذا الدرس حيفيدك في الحياة. طيب جميل جدا. وليس أنا من مش أنا اللي بحكي لك هذا الدرس، الله سبحانه وتعالى يعلمك هذا الدرس. يا أخي ركز معي في هذا الدرس، والله هذا الدرس راح يفيدك. وزي ما قلت لك، لو عايزك تتذكرني بشيء تذكرني بهذا الدرس وقول ماهر قال لي مرة في يوم الأيام هذا، وأنا ما زلت متذكر. فإذا يعني ركز معي. ماشي، القصة صغيرة جدا بس منها راح نبني الدرس. الحلقة دي ما راح تطول كتير. أنا كنت رايح أزور فتاة في سكنة بعيد جنب، نسيت الاسم. المهم هي في شمال بريطانيا، بيسكنوا فيها سوريين كتير. هي كانت فتاة سورية، بس على فكرة يعني ما صار نصيب، ما عجبتني لا هي ولا أهلها الصراحة، يعني ما احترموا. هذه قصة أخرى بحكيها لكم في يوم الأيام. المهم ركبت القطار، والقطار 5 ساعات إخوتي حتى أوصل شمال بريطانيا، بعيد جدا. أنا كنت في الجنوب، فروحت أنا عند حجزت التذكرة ذهاب وإياب، لأنه أنا قلت لو خدت السيارة 6 7 ساعات كثير جدا، وبعدين لازم أرجع. قلت خلاص هروح بسرعة بالقطار وأرجع بالقطار، أوفر علي عناء السفر، مع أني والله ما بحب القطار ولا عمري حبيته، بس قلت يلا خلينا مرة بالمرات. قطعت التذكرة إخوتي الأعزاء وركبت ورحت قابلت الفتاة، وياريتني ما رحت. المهم قلت خلينا نرجع بقى، ما هو ذا يعني طلعنا منها بخفية حنين، يعني ما طلعنا منها بشيء، ضيعنا وقتنا. وزي ما بيقولوا السوريين طبعا قطعنا يعني زي مسافة السكة، شو اسمه، قطعنا السكة ورجعنا، يعني بس عدينا المسافة ورجعنا، يعني ما صار من عجل. أسف أن أنا قطعت المقطع، لكني حبيت أشارككم هذه الهدية. لو عايز تفوز بهذه الساعة أخي أو أختي الكريمة، وهي ساعة سوبر دراي أصلية، بصراحة شكلها كتير جميل، وممكن أخ أو أختي تلبسها ويطلع شكلهم كتير راقي. ساعة سوبر دراي، لو هي بتعجبك هذا النوع من الساعات وعايز تربح، هقول لك في نهاية الفيديو كيف تربح هذه الساعة. تابع معنا هذه الفقرة. كنت قاعد بقى أنا في القطار وأنا راجع ومستني القطار، مستني مستني مستني، والقطار ما بيجي. بعدين مستني مستني ما يجي، استنيت 45 دقيقة عايز أرجع بقى البيت وتعبان يا إخوتي. فأنا لقيت قطار تاني جاي بس شركة مختلفة،
فقلت اركبه ولا ما اركبه، قلت ما اعرف هذه التذكره تصلح لي ولا ما تصلح لي، قلت يا عم خلينا نتوكل على الله. رحت داخل فيه وعدت والحمد لله الطريق ماشي يعني القطار ماشي وراجع بقى فاضل لي شوي واوصل. فماذا فعل اخوكم؟ ماذا فعلت انا؟ جاء تبع التذاكر، بص التذاكر قال هل في احد عنده تذكره انا ما شفتها، فكله قاعد ساكت هيك وراح عدى رجل ماشي خلاص خلصت القضيه انتهت. رحت انا بغبائي سبحان الله رحت له لو سمحت اكسكيوز مي يا اخينا. راح التفت لي قال لي اه نعم، قال لي هاو كان اي هيلب يو، كيف اقدر اساعدك؟ اسمع بقى الغباء، قلت له انا حجزت التذكره بس بالقطار الثاني، هل يصلح استعملها في هذا القطار؟ فراح بص على التذكره قال لي اه هذه التذكره تبع القطار الثاني، انت في القطار الخطا. قال لي لازم تشتري تذكره هنا في هذا القطار وعليك غرامه لانك اخذت القطار الخطا ولازم تنزل في المحطه الجايه الا لو تشتري التذكره. قلت له لا انا ليش اشتري تذكره، ما خلاص وصلنا يعني فاضل لها دقيقتين. قال لي لا ما انت عندك تذكره الخطا. ها والله يا اخوتي دفعت 90 باوند على غباء مني. الرجل عدى خلاص والقضيه انتهت وانت قاعد في القطار مبسوط والحياه حلوه. لا رحت انا قايل له انا عايز احجز تذكره معك، بساله بقول له هل التذكره دي تنفع؟ راح قال لي لا ما تنفع. خلاص اسكت يا اخي، والله انا معصب يا اخوتي والله شيء سيء، ما تسال يا اخي. فماذا يقول الله بقى سبحانه وتعالى في سوره النساء؟ يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. خلاص يا اخي الدرس اهو، يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم. كثير من الاخوه يبعث لي هنا في التعليقات يقول لي انا مار رحت على الكلية الجامعة مثلا وصل على بريطانيا وسألتهم لو بدهم لغة انجليزية قالوا لي بدهم، طب كيف اطلعها؟ ما انت اللي سألتهم اكيد حيقول لك بدهم. يا اخي ما تسأل يا اخي، روح على الجامعة قدم عليها وخلاص يعني اسكت. تروح بقى انت تقول لهم انا ما عندي لغة انجليزية هل تقبلوا بي؟ اكيد حيقول لك لا ما راح نقبل بيك اكيد، ما انت سألتهم طبيعي جدا. هذا هو السؤال، ما تسأل. واحد تاني مثلا يروح على البنك يقول له أنا عايز أفتح حساب بالبنك بس ما عندي إثبات إن أنا ساكن في بريطانيا هل ينفع؟ هيقول لك أكيد ما ينفع، ما أنت سألته يا أخي لا تسألوا عن شيء تبدأ لكم تسوقكم. اسكت خلاص روح عنده قول له عايز أفتح حساب في البنك وخلاص يعني هذه بطاقتي وانتهى الأمر. يعني افرض الرجل ناسي ولا ما متذكر ولا جاهل عن الأمر، فأنت ليش تذكره وتقول له هل محتاج؟ هيقول لك آه محتاج يعني. أهو أزيت نفسك. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. أي مرة تيجي تعمل هيك أي شيء في حياتك فكر هيك، هل أنا أسأل هذا السؤال ولا لا؟ تحصل لي كتير على فكرة في الشغل مثلا، يعني مثلا في البيسليب أقول لهم هل أنا محتاج مثلا أدفع كذا؟ يقول لي آه لازم. هل محزن لازم أدفع ضرائب؟ آه لا هتدفع ضرائب. لا خلاص اسكت يا اخي والله هذا هو درس الحياه. على فكره انا حبعت هذه الساعه لاي مكان انت فيه في العالم، انت بس اللي عليك تعمله حتى تربح هذه الساعه اترك لي تعليق في الاسفل، اعمل لايك للفيديو يا اخي، اعمل لي تعليق في الاسفل قول لي هل عجبك الفيديو ولا لا وكيف ممكن نطور القناه. هذا فقط اللي عليك تعمله، انا هختار اي واحد بالراندم. يعني ايه راندم؟ بالصدفه بالشانس يعني راندم. المهم هنختار واحد الحلقه القادمه هيك عشوائيا. نعم عشوائيا هنكتب اي رقم واللي يطلع هنعد ونطلع الفائز وراح نبعت له هذه الساعه حتى تربح هذه الساعه. فقط اترك تعليق في الاسفل، عايز تترك تعليقين اترك يا اخي، عايز تترك ثلاثه اترك، حاول تغير شويه لانه اليوتيوب بيعمل لك بلوك لما تترك تعليقات كثيره. وان شاء الله تكون رابح معنا هذه الساعه، هتتبعت لك اي مكان بالعالم، انت في تونس العراق الهند السعوديه مصر، هتجي لك لحد عندك بالبريد المسجل والمستعجل. او ثانك يو، في ناس محترمة يا أخي. Very kind. Thank you sir. طيب هل عجبتكم هذه الفقرة؟ هذه الفقرة فيها واحد مربح يربح معنا ساعة.
أتمنى تعجبكم هذه الفقرة. لو عجبتك هذه الفقرة اشترك معنا في هذه المسابقة حتى تربح معنا.